تقدير للفرقة المنحون لجمعية الإسماعيلية، رحاب الإسماعيلية على المعروف ديالهم وعلى تقديرهم وعلى كل ما طلبناهم كنلقاهم موجودين. وشكرا كذلك لرئيس جمعية رحاب الإسماعيلية السي عبد الصمد على الرحب ديالو لجميع الجمعيات والتقدير ديالو لينا كاملين. فهذا عرفانا لمجموعة الملحون على التعب ديالهم والانضمام ديالهم للجمعية ديالنا. شكرا لكم جزيل الشكر. تستاهلوا من عندنا كل تقدير وتستاهلوا أكثر من هذا الشيء. فليتقدم السيد وليد رئيس العلوي الإسماعيلي ليقدم شهادة تكريم للأخ المقدم محمد وليد ذكر. وليد ذكر، هذه لوحة تعبيرية للملحون والذي كتب بخط الأخ والأستاذ المعروف بحي أجدال وبمدينة مكناس الأخ الغازي. وشكرا لك على هذا التقدير وعلى هذا الخطاب العظيم والجميل الذي دائما بيننا. شكرا لك أخي. داخل كمنجة فلها جمعية الآفاق للتنمية والتعاون والتي توجد بحي أجدال. شكرا لكم. الكلمة للأخ غازي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسعنا في هذه الساعة المباركة اللي جمعنا ربما هذه الوجود الطيبة، نطلب الله سبحانه وتعالى يجعلنا في الميزان المقبول. ما يمكن لي غير نشكر هذه الجمعية اللي الحمد لله شفناها بادرة وفينا مكناس، وبالخصوص حي أجدال كان في حاجة ماسة لهذه الوجود الطيبة وهذا العمل. إن نطلب الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة وهاد الناس يجعلهم هذا العمل خالص لوجهه. إن لالة فوزية بصراحة ما تكذبش عليها الورد، إنسان نهار لقات الباب، نهار لقات الباب، لقات الباب محلول وهي قدامكم شهادة قدامكم. قلت لها أنا بالنسبة ليا ما يمكن الجمعية غير من جهة نعطيو داك الشيء اللي خلفنا الله سبحانه وتعالى. والأعضاء الحمد لله تنشوف الوجوه الطيبة للحارس الوردي والإخوة الحمد لله كلهم اللي في الجمعية. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يجعلهم في الميزان المقبول ويبعد علينا هذا الوباء، هذا الوباء اللي راه شوية. نطلبوا الله سبحانه وتعالى ويجعل هاد اللمة هذه تكون خالصة للوجهين. وسعدكم مبروكة. صارت على نفسي ونيابه على جميع الاخوان ديال جمعيه رحاب الاسماعيلية للملحون الموسيقى التراثيه، كما انني تنوب على المجموعه الموسيقيه اللي هي في الحقيقه راه جاي الربع ديال المجموعه الموسيقيه، راه ما كاينش مجموعه كامله. فالشكر ما يمكنليش انا نشكر اكثر من داكشي اللي غادي يقدمه الاخ والاب الروحي ديالنا اللي هو نائب الرئيس الاول سيدي رشيد ارسلان. فغادي نوجه له مكبر الصوت، وهو اللي غادي يكون ان شاء الله بحول الله غادي يمكن له يشكر الجمعيه لانه فاعل جمعوي، والعمل ديالو في الجمعيه فالحمد لله هو مغطي مدينه مكناس إن لم أقل الجهة ديال فاس مكناس بالأفكار ديالو النيرة وبالتوجهات ديالو نحو العمل الجمعوي، سواء على مع على مستوى أو صعيد الإخوان أو الأخوات النساء أو العنصر الذكوري، لأنه جميع أي واحد بغى يأسس شي جمعية إلا تتجه لرشيد اللي هو عند النساء يسمى ببابا رشيد. فنطلب من الاخوان الا جات على خاطركم وقفه اجلال واحترام لهذا السيد وتصفيقات حاره عليه. شكرا اخي محمد مقدم الكلمه.
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين، كنشكر الأخت فوزية هاد المرأة من خلالها أعطاء الجمعية ديال متواجدة في الرباط اللي تحتنا فرصة باش نتلاقاو في هاد الأشهر الحرم شهر رجب، نتلاقاو نحيو ونسلو الرحيم مع مجموعة ديال الإخوان والأخوات اللي ما شفناهمش هذه المدة الطويلة. الحاجة لطيفة وقت جميع أخواتنا المهم أصالة على الناس ونيابة عن أعضاء المكتب الإداري لجمعية الرحاب الإسماعيلية لحول الموسيقى التراثية بجميع مكوناتها الإدارية والفنية من منشدين وعازفين وكتاب كلمات شعراء تنتج لهم الشكر. الجمعيات ديال مدينة مكناس وتقول لها أبواب الجمعية مفتوحة وجهكم أي واحد جمعية الرحاب راه كلمة عندها دلالة رحاب سيريس باس باك رحاب واسع لجميع الجمعيات. حنا مستعدين كجمعية قلبا وقالبا مستعدة الجمعية باش تشرف على جميع الجمعيات في الأنشطة ديالها. إذا جمعية مفتوحة للجميع وفي نفس الوقت تنعي شعب الجمعيات أن خلقنا واحد المدرسة ديال الملحوم لفائدة الأطفال مشتل باش خلقوا مشتل باش نحافظوا على التراث اللامادي مغربي باش يلعبوا المكناسي. إذا الملحوم كما تتعرفوا عندك ثلاثة المحطات الناس الملحوم تيقولوها تولد في المسا وكبر فاس وتربى في المكناس. هذه المحاور الثلاث وهذه بشهادة ديال الأستاذ ديال الملحون الأستاذ محمود المرحوم سمو اللي كان بحال ضيف على الجمعية وشاف القوة ديال الجمعية بالرجالات ديالها والنساء ديالها. إذا كنوجه الدعوة لجميع الأخوات وجميع الجمعيات احنا مستعدين في إطار الشراكة اللي بيننا وبين وزارة التربية الوطنية. أخيرا الفرقة ديال الملحون هي الإحياء الصلاة اللي كانت انضمات على شرف السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في قصر الرياض حتى في قصر الرياض تما كتب جعلة الجوائز وحينا صلاة ختامية واتفاق مع المديرية الإقليمية للتعليم في مدينة مكناس. لهذا راه الجمعية فاتحة أبوابها للعموم بحيث الملحون والان راه كاينه فكره تتداول حنا خدامين عليها غادي نديرو فرقه نسائيه ديال المديح والسبع فرقه نسائيه. ولينا في مكناس عندها مشكل ديال فرقه المديح والسبع النسائيه العيالات تيبغيو يحيو حفلات خاصين بهم شقائق الرجال تيبغيو يديرو نسائيه 100 بتاع النسوه. لهذا راه الجمعيه مستعده والمقر عرفينو باب عيشي دبلنا العلانية مرحبا بكم ورا الأبواب الجمعية مفتوحة وسيرتو إلا بغيتو تجيو للقريحة تعرفت مع مور العصر. لهذا كنشكر الأخت فوزية مرة أخرى المرحلة الحديثية ديالنا وشكرا. شكرا لك سيد أرسلة. شكرا سيد أرسلان على هذه الكلمة الطيبة اللي قالها في حق الجمعية. نتمنى له إن شاء الله طول العمر. وفي الحقيقة احنا الجمعيات إلا ما كانش سيد رشيد أرسلان ما كاين والو بلا بيه احنا ما كاينينش. فليتقدم السيد عادل العثماني مشكور يقدم شهادة شكر وتقدير السيد المقدم محمد. سي أرسلان
غادي نعاودو، اسمح لينا غادي نعاودو نوضو، ولكن باش تقدم شهادة شكر وتقدير لأحد أعضاء فرقة الملحوم سي حسن هريج. سي مصطفى الخليفي غادي نقدم له شهادة الشكر والتقدير سي حميد المصون. ياسين سامحوني غادي تقدم له باش ما نكونوش غير رجال، حنا كنطالبوا بالمناصفة وكنطالبوا باش يتحقق لينا الفصل 19 وما نكونوش عاوتاني حنا كنعطيوهم الفرصة أنهم هما يكونوا تتقدم الأخت نجية وهي عضوة شرفية في الجمعية اعترافا بالشكر والتقدير للسيد ياسين. كنشكرو بزاف هاد السيد والله الصدر راحت، ولكن انا كنطلب منه قدام كنطلب منه انه يتبناني هذا طلب، ولكن قدام الجميع انني بغيت عندي واحد المشروع، اننا حنا في وزاره الماليه كيعطيونا الابداعات، وانا بغيت هذا السيد وهذه المجموعه انها تحاول تخرج مني داكشي اللي ما قدوش يخرجوه الاخرين. انا بغيت امنيتي انني نلقي الملحوم، انني نلقي الملحوم. نتمنى على الله نكون عند حسن الظن من هاد الناس. وعد مننا الان وعد لنا غادي نديرو يد في يد وتضافروا الجهود بيناتنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لذاك المرتبة اللي انت باغيه توصلي له وباغيه تحققيه ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله يا رسول الله. يا شيخ سيدنا محمد الله معاه شهادة الشكر والتقدير للأخ عبد الصمد. فليتقدم الأخ الخطاب الغازي يقدم شكر شهادة شكر وتقدير للأخ محسن. هنيئا لنا بك الأخ الخطاب، هنيئا لنا بك، فهو ولد حي ولد حي أبدال.
راه غير تنعطيهم دابا كما قال العباسيه هما راه تبارك الله يدخلوا للابلاج ويشوفوا راه 300 مازال الخير قدام ان شاء الله لا مزيان. شكرا لك شكرا. ختاما وليس بختام تقدم الاخت ناجيه وهي عضوة نسوية في المجموعة. يا رسول الله يا الشيء يا سيدنا محمد الله بأجمعين. سيقدم لها سيقدم لها شهادة شكر وتقدير السيد المسيح محمد بن المسيح محمد. شكرا على سعة صدركم معنا النهار. شكرا لكم جميعا وهذا نهار كبير ونهار شكرا لك اختي ومرحبا بك معنا هنا وكنرحبوا بك كاملين من الجمعيه جميع اعضاء الجمعيه مرحبا بك.